من الذاكرة في كرة القدم المغربية. فاش كتشوف لي كابيتان دابا كيبان لك على انهم عندهم واحد النسبة كبيرة في فوز الفريق بالالقاب، بحال الجيش حريمات، الوداد عبد اللطيف نصير ويحيى جبران، والرجاء بدر بانون، والقائمة باقا طويلة. بحال الكابيتان اللي بلاصة ما يموتيفي اللعابة يجيبو التيترات جاز كيتساد مع الجمهور، اظن انكم عرفتوه امين الرباطي. الجمهور غادي يسبو، وكأي لاعب الا سبك الجمهور راه خصك تحترم حيت ما لعبتيش مزيان. السبب علاش؟ شوف معايا هذا الفيديو. انا كنا في واحد التفاهم صافي، اللاعب غادي تيري، انا مثلا ساد عليه كوتي غوش، انا سكوتي دروا صافي كاين، انا سكوتي دروا مهني، الا داس مني تماركاش في كوتي غوش كنقولي انا السنه اللي كنتحمل المسؤوليه انت ما عليك والو. الجيش كانت منافسه على البطوله مع الرجاء، واحد البيت ديال القديوي غادي ماركي، الرباط غايقول لبانون ما شفتي والو في الماركاج. كان هذا الفيديو من الذاكره الكرويه في المغرب.